وقت ما تفتح التلاجة ولا دولاب الخزين بتاعك تلقاه فاضي، ابقى ادعي وادعي لنا معاك، دي وقت الإجابة، لأن الله يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه. وقت ما في وقت العدم هو وقت الإجابة، وقت العدم هو إيه؟ هي ساعة الإجابة. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله؟ لا إله إلا الله، ما فيش غير ربك. فيبقى إمتى تعرف أن أنت، متى تستغاث ومتى تكون ساعة قدرك؟ وقت ما تفتح التلاجة تلقى صفر، ما فيهاش غير شوية مية. وقت ما تفتح الدولاب الخزين تلقى صفر. وقت ما تحط إيدك في جيبك تلقى صفر. ارفع ايدك فانت بابواب السماء جميعا مفتوحه وكل ملائكه السماء مصغيه لك. شوف يقول ايه، ما ان قال النبي صلى الله عليه وسلم اصبحنا يا جبريل وليس عند ال محمد سفه من سويق او حفنه من ايه، من دقيق. يقول فسمع في السماء او فسمع في السماء هده، فقال اقامت القيامه؟ سيدنا النبي يقول له القيامه قامت ولا ايه؟ قال لا، ده اسرافيل. سمع النبي بيقول ما فيش عندنا اكل، فنازل جايب له ايه؟ جايب له اكل؟ جايب له فلوس؟ لا، جايب له مفاتيح خزائن الارض، كل الارض. قال ايوه، والمفاتيح كلها عند النبي. ايوه، ما انت حاطط ايدك على خدك ليه؟ عشان مش عارف تصلي على النبي، ما المفاتيح كلها معاه. صلي على النبي، خلي ربنا يفتحها. هو سيدنا النبي المفاتيح كلها معاه. طب سيدنا النبي فتح بأني مفتاح؟ قال ولا واحد، ولا واحد. ومات ودرعه مرهونة. ولما سأل الله قال اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. قال ليه؟ قال مخلي ده كله عشان تاخد منه في الآخر. الأرض إيه؟ احنا مالنا ومال الأرض؟ الأرض دي احنا فيها ضيوف، احنا هنا في دار الممر رايحين على الآخرة. احنا جايين من حيث جعل الله آدم صناعة يده ونفخ فيه من روحه وأن أهبطنا إلى الأرض لنعمرها ثم نرتقي من بعد ذلك إلى جنة مشهدة يكون فيها لائح وجه الله. فما بين نزولنا وصعودنا إلى حضرة الله إحنا في دار ممر. ولذا كان يقول قائلهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هذه هي تبقى حياة. دخلوا فقراء إلى الدنيا وكما دخلوا منها خرجوا، يا مدعيا لطريقتهم بدر فطريقك منعرج، تهوى ليلى وتنام الليل عمرك ذا شيء سمج، ما الناس سوى قوم عرفوك وغيرهم همج همج. هي الناس ايه غير الناس عارفه سيدنا النبي؟ الناس ايه غير حبايب سيدنا النبي؟ والباقي قاعد بيموت بعضه بره.